كان جايب لي العربيه. ايه دي كلمه بس من نفسك يا عم؟ الموضوع ان السيده كانت امام اللجنه العليا، لجنه الانتخابات، جاءت للادلاء بصوتها احدى السيدات هنا، ودخلت اللجنه فاشار اليها القاضي بانها احد الموظفين بانها ليس مكانها هنا ولكن في لجنه اخرى. فشاهد احد الاشخاص الاخرين ان يامرها بان تضع ضعي اسمك هنا وانتخبي هذا، وهنا صارت المشكله. هذا ما سمعته من اطراف معينه تقف، وانا الان اتحرك بالكاميرا، يتحرك المصور معي بالكاميرا حتى نشاهد هذه المشاهد على الهواء مباشره. كان احد الذين يحاولون الدعايه لاحد المرشحين ويقول له انتخب فلان، فهنا انفعل هذا الرجل وقال لحظه سيدتي، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا في اللجنه يا ابني بتاعت اللغات، تسلم يا ابني، لجنه اللغات، رايحه انتخب احمد شفيق. ما حدش بيجبرني، ده كل واحد رايح، خلاص كل واحد رايح يحط رايه، تمام؟ فانا بحط رايه وبسال القاضي بعد ما وديت له البطاقه، حتى قلت للقاضي انا رايح مني باشا، واحمد الاخوان عاد يضرب امه. ما ينفعش اشعت الباشا، ما ينفعش، ان شاء الله جه ضرب على قلبه. احنا بنكتفي بدايه عبد الباسط من كده، لانه هندخل في منعطف وعر. فاشكر لنا الناخبة العزيزة الشرقوية العظيمة الكريمة، وياريت تتابع معانا على مدار اليوم كله عبد الباسط اللي بيجرى. احنا وعدنا مشاهدينا بان احنا بننقل على مدار اليومين من 20 محافظة او اكتر، واحنا معانا لحد دلوقتي 5 محافظات منهم، وان شاء الله هنذهب الى محافظات اخرى ظهر اليوم.